تمام، اتفضل يا سيس. دلوقتي المسيح بيتشاف علينا وتكتب اسمائنا في شبه سفر الحقيقه عليه وتقول مش كده؟ تمام. فبالطريقه دي قبل ما لما يجي المسيح بيقول كده: ها انا اتي سريعا لاجازي كل واحد حسب يكون عمل. يعني معناها ايه؟ معناها المسيح لما يجي مش هيسال واحد واحد على مثلا اذا كان هو يخش السماء ولا لا، واذا كان هو متبرر او لا. لا، هو جاي لاجازي. لاجازي يعني مجهز للدينونه اللي هي التنفيذيه، الدينونه الاخيره. هو قال كده، قال: تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات لقيامه الحياه، والذين فعلوا السيئات لقيامه الدينونه. يبقى اذن دينونه بعد القيامه. وقال كده: أقام يوما ليدين الله الناس الأحياء والأموات. برجل قد أقامه مقدما. فالمسيح هيدين العالم فعليا وتنفيذيا وقت المجيء الثاني أو بعد المجيء الثاني. إيه حكاية الألف سنة؟ وإيه حكاية العرش الأبيض؟ وإيه حكاية القيامة الأولى والقيامة الثانية؟ طيب، أول حاجة الألف سنة. طبعا في ناس بيقولوا الألف سنة دي رمزية مش حقيقية مش حرفية، لكن لما نقرأ عن الألف سنة اللي هي اتكررت كتير جدا، في ناس بيقولوا إن ألف سنة كيوم عند الله ويوم كألف سنة. صح، بس اتقالت إمتى الحتة دي؟ اتقالت بخصوص الانتظار، انتظار الناس لمجيء المسيح. فقال ربنا، قال كده، قال ان محدش يقول ان منذ ان خلقت الارض وكل شيء كائن واين هو مجيئه. يعني على اساس ان هم المجيء اتاخر والمعاد طول، فمعنى كده ان مفيش حاجه اسمها مجيء تاني. فربنا يقول لا، دول اسمهم قوم التباطؤ، الناس اللي هم عايزين يعني يعيشوا بحريتهم بدون ضبط ولا رابط. قوم التباطؤ ده مصطلح تسميه ليهم يعني مش كده؟ اسمهم قوم التباطؤ. قوم التباطؤ، قوم التباطؤ يعني الناس للاسف بيتهموا ربنا بان هو متباطئ في مجيئه، لكن لا، ربنا بيقول ان هو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه. فاذا موضوع اليوم ألف سنه وألف سنه كيوم موجود على خاصه بموضوع المجيء، على اساس ان المجيء الثاني لما يكون يوصف بالسرعه انا اتي سريعا، يبقى هو فعلا سريع، بس سريع في مقياس الزمن بتاع الله. الله لا يحد زمان ولا مكان، فهو سريع بالنسبه لله. ممكن يكون 10,000 سنه او 20,000 سنه، لان يوم عند الله كألف سنه في موضوع الانتظار، ويفضل سريع وسريع بالنسبه له، بس مش بالنسبه لنا احنا. يعني شوف حضرتك في بطرس الثانية اصحاح 3 من عدد 8: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد، ايها الاحباء، ان يوما واحدا عند الرب كالف سنه، والف سنه كيوم واحد. احنا اتفقنا ان ناخد الايه في سياق الكلام، سياق الاصحاح، وايضا في سياق الكتاب المقدس كله. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء ان يهلك وناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. طيب، إذا ألف سنة كيوم ويوم كألف سنة، هنا جاية في موضوع انتظار مجيء المسيح. لكن موضوع الألف سنة اللي هي المسيح أو الكتاب قال عليها وخاصة بفترة زمنية في الرؤية 20، دي باين عليها طبعا من تكرار الكلام، وإحنا عارفين التكرار هو تأكيد إن هي مش رمزية لكن هي حرفية. في رؤية 20 بيقول إن الشيطان سيقيد 1000 سنة، وبيقول إن هو يغلق على الشيطان حتى تتم 1000 سنة تاني مرة. يعني متكررة بطريقة يعني ممكن أكتر من 4 مرات أو 5 مرات، أو 6، أنا شايف زي 6. التكرار ده باين قوي ان فترة حقيقية حرفية. الفترة دي هيحصل فيها ايه؟ فيها حكم. ربنا هيدي حكم لأولاده للقديسين، زي ما دانيال قال ان اعطي الدين
للقديسين. ربنا هيشركنا في القضاء او يشركنا في الدينونة، يعني بحس ان يعيننا قضاء. وبولس قال كده، بولس قال ألا تعلمون انكم ستدينون العالم؟ فعايز يقول يعني انتم مش مفروض تروحوا للمحاكم الصغرى، لاننا سنادين العالم وسنادين ملائكة. هندين ملائكة الاشرار طبعا هم شياطين، وهندين العالم. هندين العالم ازاي؟ لما نراجع الاصفار، السجلات. السجلات دي خاصة بكل العالم وخصوصا الاشرار، لان الكتاب سفر الحياة ده خاص بالمؤمنين، وهو طبعا يعني ابيض خالص ما فيهوش ولا خطية بسبب دم المسيح، كفارة فداء المسيح. لكن السجلات الخاصة بالاشرار مليانة شر، وخصوصا السرائر. السرائر ناس كتير بيتظاهروا ان هم كويسين، لكن ربنا بيقول ان هيظهر اراء القلوب وخبايا النفوس هيظهرها. فده بيبين ان احنا ليس مكتوب لا يستعلم، يعني هيبان يعني في الوقت ده. وساعات كتير بننخدع ببعض الناس اللي هم اللي بيتظاهروا بالتدين، المرائين زي ما رب المسيح ما قال ويل لكم اي الفريسيون المرائين. في ناس بيتراءوا وبياخدوا الدين كسترة ليهم. في وقت الألف سنة ما هيزال كل شك عندنا أو كل تساؤل، أي تساؤل عندنا عن أسماء معينة ونجوم معينة في الساحة الدينية، وخصوصا إن هم كانوا بيتراءوا قدامنا إن هم قديسين وإن هم مؤهلين الحياة الأبدية، ولا نجدهم في الحياة الأبدية أو في الملكوت. هنلاقي الأصفار بتكشف فضاء هذه الأسرار أو سرائر الناس. هي دي الدينونة اللي بنسميها اللي هي بتاعت الألف سنة الاستقصائي. آه. حضرتك قلت بولس قال ما يروحوش المحاكم الصغرى، بس بولس قال إذا رأى قيصر أن رفع دعوي. هو بصراحة بيقول لنا إن احنا مفروض إن الأخ لا يحاكم أخاه في المحكمة الأرضية. الأخ مع اخوه المؤمن مفروض ما يروحش المحاكم الارضيه، زي المسيح ما قال لو حاجه لو مش مؤمن او مش بيتبع كلام ربنا حقه يروح. ما انا اقول لحضرتك لو في حاجه بيني وبين اخويا في بيت ربنا او في الشركه الروحيه في الكنيسه، مش مفروض اروح محكمه. ليه؟ في الكنيسه في اخوه متقدمين، في رعاه، في اداره، ممكن اروح لهم. المسيح قال لو في حاجه بينك وبين اخوك اذهب اليه واعترف. لو بيرفضوا التدخل او متحيزين الاخ ضد اخ مثلا بسبب مثلا مزايا بيحصل عليه منه او واتفر، تعريض الخصومه الشخصيه بين الاخوه في الكنيسه الواحده امام القضاء الارضي دي بتبقى مهزله كبيره قوي. مش بتشين الشخص المخطئ، لا دي بتشين الكنيسة كلها وبتشين المسيحية. لكن الإنسان لما يكون في مشكلة بينه وبين شخص عادي زي مثلا زي بولس، كان في مشكلة بينه وبين الحكام وبين الشعب اليهودي، دول مش كانوش في الكنيسة، ما كانوش إخوة في الكنيسة، ما كانش ممكن شاول يروح أو بولس يعني يتجه للكنيسة عشان تحل بينه وبين اليهود أو بينه وبين الولاة زي فليكس وزي الجماعة اللي كانوا بيحكموه أغريباس والجماعة دول. مينفعش إن يدخل الكنيسة كطرف أو كحاكم. لكن لو في حاجة بينك وبين أخوك في الكنيسة فالأولى إنك تروح الكنيسة. هجيب مثل بسيط، لو عندك مشكلة أنت كموظف مع زميل معك في نفس الإدارة اللي أنت تابع ليها، من الأحسن تروح للقضاء أو تعمل بلاغ في الاسم وبعد يعني صعد موضوع للقضاء، ولا لما تروح لمدير الهيئة أو مدير المؤسسة. طبعا من الأفضل أن أنا أحل المشكلة الأول مع الشخص نفسه وبعدين مع الزملاء وبعد كده مع إدارة الهيئة اللي أنا تابع ليها. هو ده اللي بولس عايز يقوله. إيه هو الزنا الروحي في الكتاب المقدس؟ الزنا الروحي زي ما اتفقنا إحنا في البداية أن في عبارات كتير في الكتاب المقدس رمزية وفي عبارات كتير حرفية. ده من ضمن العبارات الرمزية، بيشبه زي ما السيدة المتزوجة لما تخطئ أو تخون زوجها
في بسقوط في رذيلة الزنا تماما زي الإنسان لما اللي هو بيمثل عروس المسيح اللي بيمثل المفروض يكون عروس طاهرة للمسيح لما بيخطأ كأنه زنا زنا روحي زنا روحي. مين هي الزانية العظمى أو بابل الزانية؟ مين هو النبي الكذاب؟ مين هي أم الزواني في الكتاب المقدس؟ احنا عايزين ندرس المواضيع دي بالتفصيل بدءا من سفر دانيال، لأن دانيال بدأ موضوع النبوات دي ورؤية كمل عليها. دي مش هتنفع في حلقة واحدة، فعايزين نبتدي من دانيال ندرسه واحدة واحدة عشان نشوف الحاجات دي. لكن إجمالا هي رموز برضو زي ما سألتين على الزنا الروحي، فهي بابل الزانية. بابل أولا البلبلة، البلبلة الدينية اللي هي إن الناس تقول حاجة والفكر بيبقى عكس الكلام ده أو عكس العقيدة. عكس الكتاب يعني؟ عكس الكتاب؟ يعني هو بياخد حاجات من الكتاب ويحرفها في التفسير بتاعه، فدي بلبلة. بلبلة لما تقول مثلا فلان مات لكن بيحس بينا، دي مش بلبلة. لما نقول إن الناس يبقوا رماد لكن لا بيصرفوا، دي بلبلة. مش المسيح قال ليس إلى أمواب بل إلى أحياء؟ يبقى إيه المشكلة اللي يموت ويحس بينا؟ إلى أحياء ليه؟ يعني كأن واحد خطب واحدة فبيقول فلانة دي هتبقى زوجتي في المستقبل، ما أخطأش. هو بيتكلم على حساب ما سيكون، فحساب ما سيكون هؤلاء الموتى اللي هم سيقومون مرة أخرى يعتبروا أحياء في حكم الله، لأن الله في منتهى اليقين بيقول لنا يعني بيأكد لنا في منتهى اليقين إن هؤلاء الأبرار ركضوا على رجاء القيامة. فعلى حساب ما سيكون فاعتبر إن الله اعتبر إن هم كأنه أقامهم، لأن هيقوموا إن أجلا أو عاجلا. طب ما العازر كان شايف كل حاجة والغني كان شايف كل حاجة وكله شايفينه، هو بعد ما مات هو بيحس هم. بالنسبة للعازر والغني ده مثل، ولو عايزين نعرف مثل ولا هو اللي يمشي مع مبادئ حضرتك يبقى حقيقة، ولا ما يمشيش مبادئ حضرتك يبقى مثل. لا شكرا شكرا، على هذا الاستدراك. انا مبسوط جدا حضرتك صريح في سؤالك علشان المشاهدين يفهموا بالمصداقية الحديث والحوار. بص حضرتك يا دكتور، ان انا مش بختار حاجة على هوايا ولا على حسب مبادئي. المثل واضح بيقول انهم بعد الوفاة حسوا هم ببعض، كانوا شايفين بعض. طب خلاص نحن نريح حضرتك ونخليه هو حقيقة، خلاص قصة حقيقية. ماشي قصة حقيقية الاول، لو ما نفعتش يبقى مثل. خلاص طيب، هما بيقولوا قصة حقيقية لان فيها اسماء. طب ماشي، خلينا العازر بالاسم اهو. ما انا موافق حضرتك، بقولك ايه، خلينا نمشي مع حضرتك ومع المستمعين او المشاهدين ان دي مثلا قصة حقيقية. خلاص، اذا كان قصة حقيقية تتنافر وتتعارض مع باقي الانجيل، ازاي تبقى قصة حقيقية؟ هقولك ازاي تتعارض. زي مثلا بيقول مات الغني ودفن، مات العازر حملته الملائكة. حملته الملائكة دي بتجدها ان هي مش متمشي مع الانجيل ابدا. الكتاب بيقول ان تأتي ساعة فيسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والقيامة لسه ما جاتش. فازاي العازر يروح السماء قبل يوم قيامة الحياة؟ وبعدين في حتى المسيح قال في مكان الانتظار يا أسيس. فين مكان الانتظار في الإنجيل؟ لو دورت على مكان الانتظار دي أنا أحب أعرفها، لأني أنا مش شايف ليها مكان، لكن لو حد قال لي مكانها فين هكون سعيد جدا. خلينا حضرتك نشوف متى 24. متى 24 بيقول ان العازر اللي هو المؤمن ده اللي تعذب كتير واللي هو حملته الملائكة، المسيح اكد على هذا الصعود والاختطاف في متى 24. قال ايه؟ قال ان تظهر علامة ابن الانسان. متى 24 عدد 30. متى 24 عدد 30 بيقول ايه؟ حينئذ تظهر علامة ابن الانسان، بعد العلامات اللي قالها المسيح، في السماء. حينئذ تنوح جميع قبائل الارض يبصرون ابن الانسان اتين على السحاب السماء، اذا في المجيء الثاني، بقوة مجد كثير. فيرسل المسيح يرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت،
فيجمعون مختارين من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إذن المسيح هيرسل ملائكته في المجيء الثاني ويرسل الملائكة فهم يخطفوا الأبرار إلى السماء. ده يبين أن حمل الملائكة للعازر ليس مرتبط بالموت ولكن مرتبط بالقيامة. لا يحدث بعد الموت مباشرة ولكن سيحدث فيما بعد. إذن دي قصة مش حقيقية رمز، لأن لو كانت حقيقية هتتعارض مع اللي قاله المسيح أن المسيح أن الاختطاف هيحصل مع المجيء. لكن لو خدناها كرمز هنعرف أن دي قصة مختصرة جدا ومركزة جدا وتظهر الأحداث الأخروية في قصة قصيرة وأيضا يعني مدغومة أو مختصرة. أرجع أقول حبيبك يعني هنا الكلام واضح أنه كلموا بعضه. المسيح ما قالش إن ده رمز ولا إحنا اللي قلنا مثلا، لكن هو ما قالش إنه يعني ما قالش إنها قصة مش حقيقية. كونها بقى تتعارض مع أجزاء في الكتاب ما يمكن ده تفسير حضرتك المتعارض يعني. طب ماشي، حضرتك ممكن تقرأ معايا في تسالونيكي الأولى إصحاح 4 عدد 13. ما أنا اتفقنا على حاجة يا دكتور، التفسير اللي يتماشى مع باقي أسفار الكتاب المقدس يبقى إذن تفسير صحيح. التفسير يعني لو تفسير رمزي وتناسب مع الإنجيل يبقى هو رمزي، التفسير الحرفي اللي يتماشى مع الإنجيل يبقى هو صح. فاحنا عمالين مش كده ممكن أي حد يمرر أي فكر بالطريقة دي إنه بيتلاعب، مرة يقول لي دي رمزي ومرة ده مش لا لا لا، إحنا مش بنقيس على فكرنا أو على فكر كنايس، إحنا بنقيس على فكر الكتاب نفسه. الكتاب هو زي ما حضرتك قلت إنه هو إيه، هنا قليل هنا قليل، قارنين الروحيات بالروحيات. هنقارن ببرضه موضع آخر في تسالونيك الأولى 4 عدد 13 بيقول ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراكدين. حتى التسمية واضحة خالص إن الموتى في رأي الكتاب راكدين وليسوا أحياء ولا مستمتعين في مكان الانتظار ولا هم متعذبين في الهاوية، راكدين نايمين يعني زي العازر حبيبنا قد نام. لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، هم نازلوا الوقت نايمين ما تحزنوش عليهم. ليه؟ لأننا كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراكدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. إذا المسيح مات وقام فدول برضو هيقوموا. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لنسبق الراكدين، مش هنسبقهم. ما يحصل إيه؟ لأن الرب نفسه بوهتاب بصوت رئيس ملائكة وبوك الله سوف ينزل من السماء زي اللي قرناه في متى 24 إن تظهر علامة ابن الإنسان فيرسل ملائكته والأموات في المسيح سيقومون أولا. يبقى القيامة مرتبطة بمجيء المسيح، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب. مين اللي يخطف؟ الأحياء الباقين مع الأبرار القائمين من الموت في السحب لملاقات الرب في الهواء. إذن الاختطاف يخص الموتى المؤمنين بعد القيامة والأبرار المتغيرين في ذلك الوقت. الأموات في المسيح سيكونون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنختار جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. واضحة جدا أن الاختطاف والصعود هيحصل مع مجيء المسيح، القيامة هتحصل مع مجيء المسيح. طيب يبقى خلاص، يبقى كده فهمنا ان القصة رمزية بتحكي عن احداث اخروية وبتحكي عن احداث آتية مستقبلية، لكن مش بيحكي على اللي بيحصل بعد الموت مباشرة. ليه مذكور فيها اسم بالاسم طالما هي رمزية؟ لا الاسم ده يعني لو فعلا يعني ان عازر اللي اقام المسيح كان اسم وكان قصة حقيقية، ما قلناش انها رمزية واتذكرت بالاسم العازر وهنا ذكر باسم العازر. وهل في علاقة بين قصة العازر الأقام المسيح من الأموات وبين قصة العازر والغني؟ هو تشابه أسماء، لكن فعلا في نفس الوقت حضرتك هتدخلنا في مقارنة جميلة جدا، مقارنة واضحة خالص. إذا كان لعازر اللي هو لعازر البلاية دوا اللي هو تذكر اسمه، على فكرة ذكر الاسم مش كافي ان يخلينا نقول القصة حقيقية. والعازر معناه الله يساعد أو الله يعيد يعدد الله يعين صح. طيب خلينا بقى في العازر اللي هو الحقيقي اللي هو أخو مريم ومسح، بنلاقي ان هو بعد الوفاة بأربعة أيام بنجي المسيح بيقول لعازر حبيبنا قد نام
والنايم ده ما بيسرقش، النايم ده مش بيتمتع، النايم ده اللي يسبح الله، النايم ده هو مش عشان كده. يعني عايز تقول ان العظم ما حكاش اللي حصل معايا بعد الموت؟ العظم اخو مريم ومرثا لم يحكي عن اي شيء، ولو حكى عن اي حاجه كانت كتبت، لانها احنا محتاجينها، لان ما عايزين نعرف، متشوقين لنعرفها ونحتاج نعرفها. عايز تقول انه ما حسش بحاجه فما كتبش، وده مش طبيعي انه ما يتكلمش. ربنا قال موت لا يعلمون شيئا، ربنا قال ان اللي تاتي ساعه فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه، يعني منتظرين القيامه. ربنا قال ان ما فيش اي حساب دلوقتي، ليه احنا نقحم افكار بشريه بتقول ان وقت الموت في انتظار وفي احساس، وربنا بيقول الموت لا يعلمون شيئا. ربنا قال تخرج روح فيعود الى ترابه في ذلك اليوم، نفسه تهلك افكاره، تهلك افكاره. يعني وليس اله احياء بل اله اموات، الاموات. احنا ردينا عليها قلنا ايه؟ ان زي الخطيب والخطيبه اللي يقولوا هنبقى متزوجين بعد مثلا شهر او شهرين، على حساب ما سيكون، برضه على حساب ما سيكون. الاموات دول كلهم في عداد الاحياء، لانهم سيقومون ان اجلنا او عاجلا برجاء حقيقي من قبل الله. طب مش ممكن يكون ان العظم ما اتكلمش وما حكاش اللي حصل معاه في الموت، مش عشان هو ما شافش حاجه، لكن عشان ده مش مسموح له انه يتكلم بيه، زي ما بولس قال رحت للسماء الثالثه وما شفت امور لا يسوغ ان ينطق بها، يعني مش مسموح له انه يتكلم بيها، ولا دي مش معنى لا يسوغ؟ عارف لو حضرتك لو فعلا العازر كان مستمتع بالسماء، وهل بولس شاف السماء يعني مات، ولا دي رؤيه ولا ايه؟ لا شاف رؤيه فعلا، بس بالنسبه للعازر لو فعلا كان مستمتع في الاربع ايام دي، كان المسيح كان عزى مريم ومسأل خلوه يتمتع بالسماء، سيبوه لان هو مبسوط دلوقتي، ما قالش كده، قال نايم. طب نصدق كلام المسيح ولا نصدق افكارنا احنا الشخصيه؟ طب ما قال ان هو نام، ما قال على البنت انها نائمه وطلعت عايشه وطلعت ميته وعايشه، مش قال الصبيه نائمه؟ عارف قال نائمه، عارف نائمه ليه؟ لان قال نائمه لان هي على حساب ان هي ستستيقظ بعد قليل، وزي ما برضه قال العازر، العازر وطلعت مش نايمه، طلعت ميته وهو اللي قومها. ده وصف دقيق جدا المسيح استعمله، كلمه النوم دي احسن وصف للموت. ليه؟ لان النائم يقوم بعد. يعني ما كانش بيقول كلام رمزي نائمه، لكن كان بيتكلم كلام حقيقي. لا، النوم رمز للموت، ده حتى احنا بنقول ان النوم ده موت اصغر، ده احنا بنقول في الكلام العادي. ليه؟ النائم ده ما تقدرش تساله على اي حاجه اثناء النوم، فالمسيح عايز يقول زي ما النايم بيبقى في حاله لا وعي بالواقع المحيط بيه، هي نائمه من الناحيه دي، يعني بيشبه الموت بالنوم، وده احسن وصف. النايم ما بيحسش ولا بيفكر، الميت برضه بيبقى في سكون دائم. نمره اتنين، النايم بيستيقظ بعد فتره، برضه الميت سيقوم بعد فتره. ده وصف الحقيقه دقيق جدا. ليه احنا بنسيب الوصف ده المسيح استعمله، وبولس برضو قال عليهم الراقدين، ونتمسك بأفكار مسبقة؟ إحنا عايزين نقحم على الكتاب المقدس. في علاقة بين العذر والعذر؟ هو تشابه أسماء، لكن في نفس الوقت في موضوع الموت يعتبر في حاجة مش مقصودة في الكتاب؟ لا مش كده، يعني مش دايما تشابه الأسماء بيبقى مقصودة، لكن في نفس الوقت هي بتساعدنا عشان نفهم العذر في المثل والعذر في الحقيقة، دي في ارتباط كبير، لكن مش مشكلة. يعني تشابه الأسماء مش هو ده الأساس، الأساس إن احنا بنقارن الموت عموما في موضوع العذر في المثل وموت العذر الحي. العهد القديم بيقول ما تحلفش يوم ما تحلفش بالرب إلهك باطلا، صح؟ اه، ما تحلفش بالرب إلهك باطلا. الكلام ده في العهد الجديد بقى لا تحلفوا البتة، يعني يتغير. هو مش تغيير، ليه ما يكونش السبت كمان يتغير بالحد ويبقى تكميل برضه؟ طب ما هو ده حكايه، يعني هل ربنا بيدي قوانين مؤقته او قوانين مثلا قابله للتغيير والتبديل؟ ما هو مؤقته، لا تحلفوا البتة بقت بعد ما كانت مسموح بالحلفان في العهد الجديد، وقال لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا، مش كده؟ كان باطلا بس بقت للبت. ها، ما هو بص حضرتك، بالنسبه للحلفان ربنا حب يعني ايه يحتاط المؤمنين
من موضوع الحلف الخاطئ الباطل وموضوع استعمال اسم الله بدون ضرورة، فقال ما تحكوش بالبت أحسن طالما أنتم مش عارفين ده صح ولا غلط. فنوع من الحس هو ما كانش عارف هيعرفه ولا مش هيعرفه، يحلفه بالباطل مش عارف المستقبل. لا، ما هو عارف ان احنا ممكن نكون مثلا بنقول حاجة كتير، احنا هقول لحضرتك حاجة، في كتير حاجات بنبقى بنعتقد يعني هو فوجئ بسلوك البشر حاشا لله. لا، احنا كبشر ساعات بنواجه مواضيع ونبقى متأكدين ان دي حقيقة مثلا، ان الحاجة دي ما حصلتش، ونرجع نلاقي ان مثلا الحاجة دي لا حصلت بس احنا ما عرفناهاش مثلا، او شخص عمل حاجة نقول لا الفلان ده ما عملش، بعد كده نعرف ان هو عمل حاجة واحنا ما عندناش فكرة عنها. فاذا عدم الحلفان هو نوع من الضمان، نوع من الامان، ان انت بدل ما تحلف ويطلع كلامك باطل لاحسن ما تحلفش خالص. اما موضوع السبت يختلف خالص، موضوع السبت يقول اذكر يوم السبت لتقدسه، ازاي يكون مؤقت؟ ده ذكرى لشيء ماضي اللي هو الخليقة، وتذكير ليك بان الله خلق وافرز هذا اليوم للبركة والتقديس، ازاي يكون حاجة مؤقتة وقابلة للتبديل. التبديل ده او نقول ايه الكلام اللي هو المتغير ده ما يبينش ان هو من الله. الله عمره ما يقول كلام متذبذب او متقلقل، الله كلامه ثابت وواضح. الكتاب بيقول وصايا الله امينة وثابتة الى الابد، الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف من كلامي. ايه دليل حضرتك ان السبت ما اتغيرش؟ اولا ربنا اسس السبت قبل، في ناس بيربطوه باليهود لكن هو المسيح اسسه بعد الخليقة قبل ما يظهر اليهود. المسيح اولا ما بيعملش حاجة ويتراجع عليها ابدا، لان بيقول لا اغير ما خرج من شفتي ولا انقض عهدي، وقال كمان اني الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف او نقطة من كلامي. ثبات الله يتماشى مع ثبات كلام الله. المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل.